تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهر البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم بالفوز ببطولة غرب آسيا والتي أقيمت في جمهورية العراق فيما يلي نص البرقية. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظكم الله ورعاكم ملك البلاد المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق المنتخب الوطني البحريني لكرة القدم للمركز الأول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم. إن هذا الإنجاز الكبير جاء ليستكمل عقد الإنجازات التي تحققت في عهد جلالتكم رعاكم الله في مختلف المجالات ومنها الرياضية، وهو نتاج لدعم جلالتكم لقطاع الرياضة والشباب. والله نسأل أن يديم على مملكة البحرين أفراحها وتستمر إنجازاتها في ظل عهدكم الزاهر. حفظكم الله وأدام الله على جلالتكم موفور الصحة والعافية وطول العمر علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.